أخبار اليوم. أنا بقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألف مبروك، وأنا واحد من مصابين الثورة، بس أنا قسما بالله ما خدتش جنيه تعويض ومش عاوز. فدا حبل ترابل من تراب البلد، فدا تراب البلد دي، أنا كلي فدا تراب البلد. وبقول لسيادة الرئيس، بقول له الجملة المشهورة لسيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات: يا جبل ما يهزك ريح، وإن الشجرة المثمرة الناس بتحددها بالطوب، وربنا يوفقك يا ريس يا رب، وكلنا في مصر.